فرق ما بين بعض. أنا عندي واحدة قاتها 25/6 وقاتها 25/4 صح؟ كلام جميل. بل لو أنا بنشتغل 3D obturation هل حنشتغل بال 25/6 ولا حنشتغل بال 25/4؟ حنشتغل بال 25/4. علاش؟ لأن قلنا تعطينا حاجة ميزة إضافية هي سوبر ترو تقباك، يعني تقباك حقيقي. كلام جميل. اطلعنا بالجتابركات هادو الاثنين على جنب يا دكتور. الآن بنبدأ في 3D obturation. نبي بعض الهدوء يا دكتور. ماشي، الآن نبي نبدأ في 3D obturation. عندي كنال ريدي ومتحضرة ب 25/6. هذه الكنال متاعي، والآن قناتي متحضرة بفايل 25/6. خلي ناخد بيك زومنج بسيط. يس، هذه الكنال، والكنال تحضيرها بفايل 25/6. الكلام واضح؟ إذا القناة هي ميزي وبكل كنال. كلام جميل. للأسف الأكسس ليس ستريت لاين. الأكسس مفروض أن الأكسس لو أني أخذت بروب وبنشيك عليه، مفروض أن الأكسس لو نسحب ما فيش شيء كاتش، لكن للأسف يا دكتور هنا الأكسس ليس ستريت لاين. بس مش مشكلة، الفكرة أنني بنحضر حاليا القناة هي اللي هي الميزي وبكل الكنال. خليك معاي. أول حاجة بتديرها صديقي، ضروري تعرف أن 3D عندك كم جهاز. عندك جهازين، عندك جهاز يحقن في الجتا بيركا اللي هو الحاقن، وعندك الجهاز الثاني، الجهاز اللي يحرق في الجتا بيركا اللي هو الجهاز الحارق. الأول يسمى injected device والثاني يسمى heated plugger. هذا يحرق في الجاتا وهذا يحقن في الجاتا. اتفقنا؟ حطهم الاثنين على جنب، وبنضيف لك حاجة ثانية. ما تنساش أن عندك عبارة على أداة يدوية مانيول تسمى handle plugger. اتفقنا عليها؟ باش تضغط الجاتا لأسفل. الفكرة اللي بنديروها شن حنديره؟ حنحطوا الجتا بيركا، حنحرقوا الجتا بيركا الجزء العلوي منها كامل، حنخلوا من أسفل 3 ملي سفلية، وحنحقن فوقها جتا بيركا سائلة صح؟ إذا كأني درت سدادة ذروية زي ما خذينا. والكلام واضح وبسيط. أثناء الحرقة لما بنحرق كم حنحرق ملي؟ حنحرق كل الملي مترات، ونخلي من أسفل 5 ملي. لحظة، أنت بكري قلت لنا كم؟ 3. أنا حنحرق حنخلي 5، لكن أول ما حنحرق حندير كومباكشن بسيط، حيصبحوا 3 ملي يتقلصوا. واضحة الفكرة؟ فخليك معي. أول شيء محتاجة منك يا صديقي لما تاخذ الماستر كون، أول حاجة محتاجة منك تاخذ الماستر كون ال 25/4. أخذنا ال 25/4 وجينا حطيناه في القناة. تفرج معي، حطيناه في القناة. أول ما تحطه في القناة، السؤال هل ناخذ له صوره ولا كيف نعرف ان الماستر كون كويس؟ انا محتاجك دكتوري تاخذ الماستر كون وتكتك عليه، تعطيني عليه تكات بسيطه بهذا الشكل. تكات بسيطه بهذا الشكل. خلينا نغير الماستر كون هذا بماستر كون ثاني احسن. نبيك تعطينا عليه تكات بسيطة بحيث انه يكون المجرى سالك، بحيث انه ما فيش حاجة توقف الماستر كون اثناء نزوله. ماشي. دكاترة في حد عنده اي قناة ثانية تكون بيتنت؟ في حد عنده قناة ثانية بيتنت؟ توريني يا دكتور بعد اذنك. يحبد أن تكون أبر مولر، يحبد، بس مش مشكلة أي قناة تكون بيتنت. نبي نوريكم بس خلل صغير يصير، نبي يكون عندك عليه فكرة إذا كان موجود. يلا أي قناة تكون متحضرة وتكون بيتنت. ماشي، بسم الله. يلا خلينا نعدله بس. اوكي، القنوات اللي عندكم شن دكاترة محضرينهم هنا؟ بلاتل، استوبكل، ميزوبكل. في خطأ بسيط هنا بيصير معانا، باش نوريك شن حله. اوكي، للأسف